قال وزير السياحة السعودي إن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي باعتماد التأشيرة السياحية الموحدة يعد خطوة تاريخية تعكس التزام مجلس التعاون بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات، كما سيعزز القرار مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمية. هذا ويأتي القرار مساهما في تقديم تجربة سياحية فريدة بامتيازات يحظى بها السائح الذي يبحث عن التجارب المتنوعة والراقية الممزوجة بموروث دول مجلس التعاون الثري ثقافيا. على موعد مع تجربة استثنائية بطابع خليجي عربي للسياح من مختلف دول العالم وزيارة كافة دول الخليج عبر تأشيرة سياحية موحدة، توجه خليجي مشترك يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين. وتقدم دول الخليج بذلك تجربة سياحية فريدة بامتيازات يحظى بها السائح، إذ تعتبر دول الخليج بتنوعها الجغرافي وتنوع الأنشطة السياحية قبلة للسياح الذين يبحثون عن التجارب المتنوعة والراقية الممزوجة بموروث دول مجلس التعاون الثري ثقافيا الذي شكل دائما انطباعا على ثراء هذه المنطقة من الوطن العربي. وتمتلك كل دولة من دول مجلس التعاون طابعا خاصا في المجال السياحي يميز بين دولة وأخرى، مما يجعل السائح الذي يأتي إلى دول الخليج في خيارات متاحة، فمن الطبيعة البرية والصحراوية إلى الأنشطة البحرية إلى التجارب الراقية في المنتجعات والفنادق. ستسهل هذه التأشيرة الوصول لكافة هذه الخيارات مع دخول التأشيرة السياحية حيز التطبيق، كما أن الأسس اللوجستية المرتبطة بقطاع النقل موجودة في دول مجلس التعاون. وبشكل أدق، فإن أطول رحلات طيران بين عاصمتين خليجيتين لا تتجاوز الساعتين ونصف الساعة. اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس، وتفتح فرصا جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، وهو تكليل للجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كان من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.